ده ام محمد. ام محمد اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس هطول على حضرتك معلش. لا حاولي تختصري. واهلا وسهلا بحضرتك اتفضلي. حاضر. انا ابني عنده 28 سنه وبيشرب، وغلبت معاه مش عارفه اعمل ايه، بالعياط اطرده بالمسايسه بكل وسائل، بص كل ما يتخيل اللي حضرتك على بال انا عملته. انت عارفه الماده اللي هو بيشربها؟ حشيش، ما بشربش مخدر، مخدر حشيش. طب بصي يا ستي، انت عشان تخلصي من الموضوع ده، هو لازم اذا كان هو وصل الى حد ان هو بيأذي وبيبوظ الدنيا وما بيشتغلش والمسائل باظت معاه خالص، احنا لازم نوديه مكان مركز علاجي. ومركز علاجي. نعم. ما كملش 20 يوم نزل شغل، وما كملش 20 يوم وهم شموا ريحة البتاع بيشربوا في الحمام. يعني هو راح مركز، يعني هو راح مركز علاجي وما كملش 20 يوم ورجع تاني. لا لا لا، شغل نزل. هو محامي. هو محامي. طيب. ابني واخد نصاب في حقوق محامي. فإذا هو دلوقتي هو حياته العملية بتتعطل. من الشغل. طيب، يعني هو حياته العمليه بدات تتعطل، لكن هو بيقول ان هو ما زال حتى الان قادر يتعايش مع المخدر وكده. هو بيقول كده. اقول ده حاجه بسيطه، انا ما بشربش غير في الغرف. طيب، هو لسه في مرحله اسمها مرحله الانكار، هو لسه في مرحله ان هو كل حاجه تحت السيطره. انا هقول لك تعملي ايه. حاجة ام محمد، انت احنا لازم السيد ابن حضرتك لازم يتلحق بسرعه عشان ما نوصلش لمرحله اسوا من كده. فانا نصيحتي ثلاث نصايح. النصيحه الاولى، نشوف حد يكون ليه مكانه في قلبه يكلمه، ان هو عشان يوضح له الاثار السلبيه بتاعت الاعتماد على المخدر، لان هو دلوقتي حاسس ان هو ايه اللي بعمله ده، سيجاره يعني، وانا المساله تحت السيطره، انا على فكره مش مدمن ولا حاجه. كل الكلام ده هو الكلام ده اللي بيودي الناس الى حاجه اسمها الزحليقه، ويزحلق وينزل في مساله الادمان العميق. فعشان خاطري يبقى اول حاجه نشوف حد كويس عشان يكلمه. الحاجه الثانيه، ان احنا دايما لازم نبين له عدم رضانا عن ده، وان احنا مش هنتكيف ولا هنتعايش مع ده. احنا رافضين ده، ورفضنا لده هيفضل، ولكن مع رفضنا لده احنا قبلينك انت ابننا، لكن احنا رافضين ده، فاحنا رافضين هذا السلوك بكل المعايير. الحاجه الثالثه، لازم تدعي له في سجودك، وتدعي له بسجودك بحراره، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بالثلاث حاجات دول يغير الامر ده يا ام محمد. وان شاء الله ما تحزنيش، كله بيد الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله الامور دي كلها تتحل ان شاء الله.